في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منك شمال
Look!